السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، اتفضل. ازي حضرتك؟ انا بحب حضرتك جدا، وبتعلم من حضرتك كتير، وانا الحمد لله طالب في كلية الطب وادرس العلم الشرعي، فضل الله نعمة من تفسير وحديث وفقه وعلل، واسألك الدعاء لي يا شيخ، واسأل الله ان التقي بك باذن الله. الله يجمعنا وياكم في الفردوس يا رب يبارك فيك. معلش يا شيخ، في مسألة المسح على الخمار، ايوه، اعلم ان الحديث فيها معلول، والصحيح ان هو من رواية عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال وهو لم يقل، صحيح، لكن ورد رواية من طريق مكحول عن ابي جندل عن بلال، في لو تسمح لي اجيب حضرتك التخريج بالضبط. وعفوا، اذا كنت من اهل التحرير، هل مكحول سمع من ابي جندل؟ والحارث بن معاويه ما سمعش من الحارث بن معاويه برضه؟ من الحارث بن معاويه من صحابي ولا تابعي؟ راجع بس، راجع. لا، ما دمت انت من اهل التخريج، راجع سماع مكحول من ابي جندل. واسمح لي أبين للإخوة هذا الحكم الذي أنت تسأل عنه، لأنه ذو أهمية. الأخ يسأل سؤالا مؤداه أو طرحه الفقهي، هل يجوز المسح على العمامة دون مسح شيء من الناصية، وهل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار دون شيء من الناصية؟ ورد في الباب ما احتج به الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خماره، هو في صحيح مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، ولكنه معلول بأن الأصح عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، وهذا منقطع، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من بلال. فلذلك فجمهور العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية يقولون لابد من مسح جزء من الناصية، وتتميم المسح على الخمار، أو تتميم المسح على العمامة. الحديث المغيرة بن شعبة الذي ورد في هذا الصدد أن النبي توضأ فمسح ناصيته هو أتم المسح على الأمام، وغير المغيرة. فأخونا يسأل عن ثبوت الخبر، فالخبر معلول الذي هو أن النبي توضأ ومسح على الخمار، والله أعلم. ربنا يا شيخنا، ينفع الشيء؟ تفضل. هو هل مكحول ما لم يسمع من أبي جندل؟ والله أنت تحريري للمسألة من قبل أن كل الوارد فيها ضعيف، وكان من أقواها ما ذكرته لك، ما أنت ذكرته أولا، عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. مكحول يرسل عن أكثر الصحابة، ما يكاد مكحول يكون سمع من صحابي بلا تشويش. طيب، ينفع مسألة أخرى؟ تفضل. أستأذنك في مسألة مسح الرأس بتجديد الماء، ما فيها نص عن رسول الله. شكرا، الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا الواثق بالله.